قرب بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد على قناة أخوكم نواف خالد. تدور أفكار في بالي، ليش دائما الصورة مش واضحة؟ ليش في إعلانات غريبة؟ ليش دائما في أدلة متناقضة؟ ليش الإعلام ما يعطي صورة بسيطة للحدث؟ ليش الإعلام متناقض؟ ليش في تسويق الأشياء خطأ؟ ها؟ ليش الإعلام ما يعطينا صورة واحدة للحقيقة الواحدة؟ ليش دائما في تضارب؟ أيوة طب أنت عايز إيه دلوقتي؟ ليش ما حد فاهم شيء؟ مرحلة التسعينات في الولايات المتحدة هي أصعب فترة مرت على شركات التبغ التدخين الأمريكية والعالمية بشكل عام. كل شركات التدخين في أمريكا وفي العالم بشكل عام انضربت سمعتها في التسعينات، نزلت المبيعات وخسرت ملايين الملايين. وهذه الضربة صارت بسبب حملات توعوية ضخمة ضد التدخين في التسعينات. نشرت هذه الحملات التوعوية دراسات علمية مثبتة تربط السرطان بالتدخين. فلما تورطت هذه الشركات وبدت تخسر خسائر كبيرة، اجتمعوا مع بعض عشان يحصلون حل. يا جماعة الخير، احنا قاعدين نخسر، احنا قاعدين ناكل تبن. فبدأوا يبحثون عن حل ليتخلصوا من هذه الحملات التوعوية اللي قاعدة تضر فيهم وتضر في أرباحهم. فطلعت هذه الشركات من الاجتماع بحل خبيث جدا. قال لك طالما هذه الحملات التوعوية قاعدة توعي الناس بالدراسات العلمية، احنا يا شركات التدخين نطلع ابحاث علمية ونضرب ابحاثهم العلمية بابحاث علمية مزيفة وفي نفس الوقت من دكاترة موثوقين. احنا نطلع ابحاث علمية، فبمجرد ان في بحثين مختلفين الناس تتشتت، فبالتالي يصبح الناس بين اراء مختلفة وابحاث ودراسات ونقاشات، يسبب السرطان ما يسبب السرطان، ضجيج اعلامي، فتصبح المعلومة الحقيقية مهزوزة، وهذا ما يسمى علميا بإثارة الشك. وبالفعل نجحت هذه الفكرة اللعينة ورجعت المياه إلى مجاريها. من أعظم وأنظف الشركات اللي رجعتها، بسم الله ما شاء الله والله أكبر، دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، أوراقها محترمة. ومن بعد هذه الحادثة تم تأسيس علم جديد يسمى علم الجهل. نعم، علم الجهل. وتعريف علم الجهل هو تجهيل الناس بطرق علمية رصينة، ويستغل هذا العلم أصحاب النفوذ في السياسة والتجارة للوصول إلى أهداف خاصة فيهم. طبعا علم الجهل زي باقي العلوم بالضبط، علم له أصوله، مراجعه، خبراء، طلابه، ويدرس زي علم الفلسفة، علم الطب، علم الهندسة، علم الجهل. ويعتمد هذا العلم على ثلاث أسس رئيسية. أول أساس هو صناعة الحيرة، وصناعة الحيرة هو صنع معلومة مزيفة تناقض معلومة حقيقية لإثارة الحيرة بين الناس، بالضبط زي المثال اللي ذكرناه عن شركات التدخين. ثاني أساس هو إثارة الشكوك، وإثارة الشكوك هي ضرب مصداقية معلومة حقيقية، مش أصنع معلومة جديدة لكن أشكك في مصداقيتها. استخدمت هذا الأسلوب شركة مشروبات غازية شهيرة. لما الناس بدأت تتكلم الغازيات والسمنة وهشاشة العظام، طلعت هذه الشركة وروجت لأفكار بطريقة غير مباشرة، فقالك ترى السمنة مش سببها المشروبات الغازية، سببها عدم ممارسة الرياضة، وتأثير المشروبات الغازية بسيط جدا، يعني مارس رياضة وامورك طيبة. فبالضبط ما ألفت معلومة جديدة ولكن شككت في مصداقية المعلومة الأساسية. ثالث أساس لعلم الجهل هو بث الخوف، هو صناعة معلومة مخيفة للمجتمع، ويستخدم غالبا في مجال السياسة يعني الحكومات. فعلى سبيل المثال لما الحكومة الأمريكية حبت تغزو العراق في 2003 كانت تحتاج سبب لتقنع فيه الشعب الأمريكي، فقامت الحكومة الأمريكية ببث الخوف في المجتمع الأمريكي، فقالوا إن العراق عنده أسلحة دمار شامل ولازم نحمي نفسنا ونهاجمهم ونطلع أسلحة الدمار الشامل، وفي النهاية طلعت كذب. فالفكرة العامة إن الجهل أصبح برودكت، منتج يصنع، وبيعك هذا المنتج وأخذ من ظهرك ملايين بطرق غير مباشرة. اسمحوا لي أتفلسف شوي شوي بس. رغم أن علم الجهل هو علم يدرس وفيه شر كبير على المجتمعات وتتبنى حكومات وشركات كبيرة، إلا أن الموضوع بمنتهى البساطة، أعتقد أن الموضوع مش معقد كثير، أن الحل بكل بساطة هو أن تفكر. علم الجهل على مدى خطورته لا يضر إلا الناس اللي ما تفكر، تفكر في كل شيء وتسأل ليش. ليش الإعلام هذه الأيام مركز على الشغلة الفلانية؟ ليش في الدعاية الفلانية قال الكلمة الفلانية؟ ليش ليش تسأل أسئلة كثير، فبالتالي تتضح لك الصورة. فالمجتمعات اللي ترفض التفكير وتتبع العادات والتقاليد وتتبع الأفكار الجاهزة الموروثة دون التفكير فيها، دون التأمل فيها، هي المجتمعات اللي تنظر من علم الجهل. هذه أوسخ لعبة شفتها في حياتي. عموما لو عجبكم المقطع انشروه، إذا ما عجبكم انشروه بعد. شكرا للناس اللي دعمتني ونشرت المقطع الماضي، شكرا للناس اللي عطتني كلام حلو، كلام إيجابي، تعليقات رائعة، شكرا عمر حسين، شكرا عز الدين عارف. انشروا لكل اصحابكم، انشروا لكل اعدائكم، تابعوني على سناب شات، تراني خطير في السناب شات. وتقبلوا تحياتي نواف خالد.